مع نزول الياباني البصمة الأولى يوشينو الياباني الآخر الوافد الجديد أحدث الوافدين هذا يوشينو 23 الظهير الأيسر لفريق الاتحاد يدخل الآن ويدافع في مركز لو ضعيفة يا ألدير شوف السنتر شوف الانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم يوشينو يوشينو وتاكودا الخط الخلفي للمنتخب الياباني نشوف الآن شوف سرعة اللعب سرعة التمرير الارتقاء شوف 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 انتظر 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 التصويب في اللحظة الأخيرة أيضا التصويب ما كانت قوية بالشكل 17 خالد إلى يوشينو إلى خالد تمريرة إلى أمين 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 كحوس من مركز الدائرة أمين كحوس من مركز الدائرة أين أنت يا أمين زكار أمين نشوف التقاطعات الآن يوشينو دفاع قوي من أمين زكار دفاع قوي وصل من أمين زكار على يوشينو نشوف الآن وإصابة لأحد لاعبي الريان يوشينو إلى على التقدم للاتحاد يوشينو إلى تاكودا يوشينو أنا ما توقعت إنه يشوت أنا ما توقعت إنه يصوب كرة من هذه المنطقة ولكن هل إدريسي هذا أبو عمر فيها كلام ولا ما فيها تاكودا مش في كل الحالات طبعا مش في كل الحالات يا تاكودا كان بالإمكان إلى مصطفى هبة يوشينو إلى حمدي عياد الإدريسي مرة أخرى في وجه الحارس الآن نشوف الآن خالد عليا عدة لاعبي الدحيل للدفاع مباشرة شوف أنا خالد عليا تمريرة كانت جميلة خالد الإدريسي يا سيدي